كننتمي جغرافيا اقليم العرائس، كنتواجدوا في واحد المنطقه اللي كتضم واحد المنتزه الطبيعي بو هاشم اللي منذ التاسيس ديالو تقريبا هذه واحد 17 سنه، يعني البدايه الفعليه ديالو كانت الانطلاقه ديالو في 2003. كان عندنا انتظارات من هذا المنتزه الطبيعي بو هاشم انه باش يقدم خدمات كبيره في هذه المنطقه، سواء من خلال البنيه التحتيه، فك العزله على بعض القرى، بناء دور للضيافه، تاهيل هذه المأوى السياحيه خصوصا حنا اللي حنا دابا في الميدان، والدعم التعاونيات اللي كتشتغل في الميدان التنميه المجاليه في بو هاشم. الا اننا كنصطدموا بواحد الواقع دي بو هاشم، كل مره كيجي مكتب جديد كتكون عنده عوده دراسه جديده، مشاريع التشوير اللي منذ تاسيس بو هاشم هو كاين تشوير جديد كيتعاود. حنا من هذا المنبر كنوجه انا نداء للغيورون على المنطقه بو هاشم، سواء للمجلس الحالي بو هاشم ولا الناس ديال الجهه طنجه تطوان الحسيمه، يشوفوا في هاد بو هاشم، يفتحوا تحقيق في داك الشيء اللي فات، يعني في الدعم اللي تلقاته بو هاشم وفين مشات هاد الاموال ديال بو هاشم، خاصة الشركاء الأجانب اللي دعموا بو هاشم هذه لمدة سنوات عديدة. وكنتمنى من الله إن شاء الله يا ربي يكون واحد الالتفاتة هذا الناس اللي خدامين في المجال التنموي في بو هاشم، خاصة الشباب الحاملي الشواهد اللي عندهم مشاريع سواء تعاونية ولا مأوي سياحية، ولحد الساعة ما زال ما تلقوا شي المساعدة من هذا بو هاشم. وكما لا يخفى على المجتمع المدني بو هاشم ان هذا الاموال نقولوا الطائله اللي تكبت في بو هاشم، المعظم ديالها جل الاموال مشات في السفريات وتبادل الزيارات الناس اللي كانوا كيوقفوا على القائمين على بو هاشم سابقا وحديثا. يعني احنا كنوجهوا هذا النداء للمسؤولين باش يشوفوا هذه الاموال واش مشات في المحل ديالها ولا لا، لان لحد الساعه ما شفناش شي حاجه على ارض الواقع، فقط دار المنتزه اللي مبنيه في الدردره مؤخرا عاد تم التاثيث ديالها والافتتاح ديالها مؤخرا، يعني ما شفناش شي حاجه اخرى من غير التشوير. يعني كل مره كنشوفوا تشوير ولا دراسات، كيجي مكتب الدراسات من الرباط ولا من احدى المدن الداخليه ويقوم بدراسه للمجال بو هاشم وكيعلقوا بلاكات، عاوتاني كيجي مجلس جديد عاود نفس العمليه. لحد الساعه يعني بو هاشم كدور في نفس الدائره، ولا زلنا ننتظر الوعود الرئيس الجديد اللي احنا كاصحاب المأوي كنا مؤخرا قمنا بزياره للسيد عبد الحميد مصباح الرئيس المنتزه حاليا، وكان وعدنا ان كاين واحد المبلغ مخصصه للمنتزه الطبيعي بو هاشم المأوي السياحيه، ولا زلنا ننتظر لان باقيين كننتظروا هذا التفعيل هذا الوعود هذه المأوى السياحيه وكذا التقليص للجهه. سمعنا بان كل هاد المسؤولين كيقول لك بان الجهه قلصت الميزانيه بو هاشم خلال هذه الفتره الرئاسيه، وحنا ما عرفناش هذا الشيء منين ما جاي. المهم حنا الهدف ديالنا ان بو هاشم خصنا نشوفوا شي حاجه على ارض الواقع، ونداء للمسؤولين الحاليين انهم يفعلوا لنا شي البرامج اللي عندهم على ارض الواقع، وشكرا.